عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. هكذا الانطلاقات، هكذا الابداعات المستمرة على ارضية هذا الميدان. اشواطنا متواصلة، تحديات مستمرة، شوط يبدأ وشوط ينتهي بالاثارة. انطلق اول اشواط هنا ايضا الصعوب من مسافة كيلو ونص، مباشرة مع الصدارة، مباشرة مع مقدمة هذا الشوط الشاهينية محمد بن حمد العود العامري على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني تقدم من وصايف حمد بن هلال بن مطر بن يروان الشامسي، خذ المركز الثاني، غيرت إلى رأس حربة هذا الشوط. بينما المركز الثالث تقدم في هذه اللحظات مذيار أحمد بن يمعة بن كل على خيلي، خذ المركز الثالث. هذه النتيجة للأسماء الحاضرة للشعارات المنطلقة في هذا المسار، الباحثة عن ناموس هذا الشوط، الباحثة عن انتصار هذا الشوط. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع مقدمة هذا الشوط، مع المركز الأول في هذا الانطلاق الأول للصعوب من مسافة كيلو ونص مع انطلاق الصندوق الحلفة. يا سلام بن يروان على الصدارة، وهنا ايضا بالعود هاجم بن كلثم قادم، بن مفتاح ايضا قادم مع زعفرانه، سعيد بن علي بن مفتاح الشامسي يقدم لنا زعفرانه من الرابع الى الثالث الى ثانية الى راس حربة هذا الشوط لتنطلق مع الصدارة بلا اي توامر العصافة الابطان. ولكن بن يروان قادم مع انطلاقة هنا ايضا وصايف حمد بن هلال بن مطر بن يروان الشامسي مع المركز الثاني، المركز الثالث شاهنية محمد بن حمد العود عامري، خذ المركز الثالث. الميتين المتى الأخيرة لمن ناموس هذا الشوط، بن مفتاح بالعود ولا بن يروان؟ اللحظات المثيرة، أول الأشواط الصعوب في هذا الصباح من مسافة كيلو ونص مع انطلاقة هنا أيضا بن مفتاح، زعفرانة ولا شاهينية بالعود؟ خلاص زعفرانة. سعيد بن علي بن مفتاح الشامسي أول أشواط الصعوب. بينما المركز الثاني تقدمت الشاهينية محمد بن حمد العود العامري، والمركز الثالث كانت هنا أيضا وتقدمت مع المركز الثالث وصايف حمد بن هلال بن مطر بن يروان الشامسي. هذه النتيجة، توقيتنا الزمني في هذا الانطلاق 2:14 ثانية. تهانينا والناموس.